مساء الخير واهلا بحضرتك استاذ محمود. خلينا نبدا مع حضراتكم مع الساده المشاهدين باستعراض طبعا بعض التفاصيل الخاصه باجتماع مجلس اداره النادي الاهلي مستخدما او عبر تقنيه الفيديو كونفرنس. حضرتك شايف الفكره دي ازاي وان مراعاه كل الامور الخاصه بالتباعد الاجتماعي او ايجاد اعلى درجه ممكنه من اساليب الوقايه من انتشار فيروس كورونا في المجتمع المصري في الفتره دي في نفس الوقت استئناف النشاط وتسيير الامور واداره امور النادي الاهلي؟ والله خطوة يعني عايز أقول لك كان دايما نقول لك قرار بالتمرير، قرار مجلس إدارة بالتمرير بالتليفون، خلاص ما عادش شبه بالتليفون دلوقتي. يعني اللقطة بتاعت امبارح وكابتن محمود بيعلم فيها إنه يعني دي سابقة أولى في بالنسبة لمجلس إدارات الأندية، إنه الأهلي دايما سباق في هذه المسألة. يمكن الظروف المحيطة حاليا طبقا لتعليمات الدولة في ظل يعني زي ما احنا شايفين الحالة العامة اللي احنا فيها، نتمنى ان شاء الله نتعدى على خير. شايف انه كانت خطوة مهمة جدا مفيدة جدا على فكرة، دي بتمهد لحاجات كتير. يمكن من الأزمات بتعلم الناس تتعامل معها ازاي وتخرج منها قوية ازاي. من الحاجات المهمة جدا كان الاجتماع ومناقشته بهذه الصورة، خطوة مهمة. أيضا تنفيذا لتعليمات الدولة، البعد عن التجمعات، كل هذا ينطبق. لكن أن يكون ده أول اجتماع لمجلس إدارة الأهلي عبر تقنية الفيديو كونفرنس، فده في حد ذاته شيء أكثر من رائع، شيء أنك أنت بيسهل وبيختصر كثير من الوقت ومن النقاش في الاجتماعات. خطوة مهمة جدا، أعتقد أنه الاجتماعات المقبلة ربما تشهد يعني تكرارها بهذه الصورة لمناقشة المشاكل عن بعد، ممكن فلان مسافر برا فلان، يعني تعرف ايه مسألة ايه، هتبقى مسألة تواصل. لكن خطوة مهمة جدا، وأيضا استمرار طبعا في حالة الإجراءات الاحترازية اللي بياخدها النادي الأهلي طبقا لتعليمات الدولة وتنفيذ المرحلة الحالية. إن شاء الله تعدي على خير ويرجع النشاط الرياضي بإذن الله تعالى.